كلمة قصيرة بهذه المناسبة في المنصة الميكروفون قريب فيها مكسي رشيد. لا قصيرة. لا 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 تكلم سي رشيد مثل ما أردت مثل ما أحببت أنت، نحبك دوما وكبير في قلوبنا. أسمع كرياضي ما نقدر نتكلم إلا كلمة قصيرة خاطر شو اللي ديسكور خاطينا. En tout cas, يعطيكم الصحة. Je vous remercie le buteur pour cette cérémonie et cette reconnaissance de cette équipe FLN qui a fait beaucoup et qui a fait de telle sorte que notre football soit connu dans le monde entier. Voilà. Hey, c'est le Jazeera. شكرا سي رشيد مخلوفي. في وقت قصير فقط يمكن أنك كنت تقلب موازين مباريات كرة القدم أيضا وتسجل عدد كبير من الأهداف. سيد معالي وزير الشباب والرياضة أيضا حتما سنستمع إلى كلمة منكم في حق هذه الوجوه التاريخية. شكرا. أولا نشكر جريدة الهداف على هذه المناسبة وعلى الحفل تكريم الفريق تاع جبهه التحرير الوطني، لان اليوم نتكلم على الاحتراف ولكن هما رمز تاع الاحتراف وكانوا مثل تاع نجاح الاحتراف. Ils ont défendu la cause nationale avec donc de la manière la plus professionnelle sur les terrains de football et ils ont ensuite milité dans le monde du football. Ils ont permis la réalisation donc la construction du football national. Sans oublier les résultats donc qu'on a eu avec monsieur Rachid Mahloufi, avec monsieur Soukane, avec monsieur Maouch et le reste, et pour cela donc c'est une reconnaissance pour tout ce qu'a fait cette équipe nationale du FLN. Wayatakum saha. شكرا معالي الوزير. شكرا سادتي الكرام على حضوركم على تشرفنا. سي رشيد مخلوفي قل ما شئت وما اردت لانك تبقى في قلوبنا. ترجم لك بكل بساطة سي رشيد، مرحبا بك وتشرفنا بك وراح تبقى دوما في قلوبنا. شكرا. عفوا. شكرا. شكرا إذا لكم جميعا. كنا نرغب في أن يكون بين هؤلاء وجه آخر كبير مميز صنع مجد فريق جبهة التحرير الوطني. فريد. Oui, Abdelhamid Kermali, non seulement était un grand joueur de cette glorieuse équipe du FLN, mais aussi il a marqué de son empreinte son parcours d'entraîneur en étant celui qui a ramené jusqu'à aujourd'hui le seul trophée international de la sélection algérienne, une Coupe d'Afrique des Nations gagnée en 1990 à Alger. Il s'agit bien sûr de Abdelhamid Kermali. عبد الحميد كرمالي غير حاضر معنا الليلة لكن موجود في قلوبنا وسنتذكره بهذا الفيتيار الذي يحمل أهم محطات هذا الرجل. نعتلم للفريق على كل حال عنده حاجه يعني اللي لعبتها في المباراه وكل يعني لعب بجهده ولعب على الجزائر ولعب على الشعب هذا اللي راهنا. يستحق فعلا أكثر من تصفيق. المدرب الذي أهدى الجزائر اللقب القاري الوحيد اليوم هو طريح الفراش، نتمنى له الشفاء. نحن جميعا بقلوبنا مع هذا الرجل. هذه الليلة تحضر معنا
ابنة السيد عبد الحميد كرمالي التي نطلب منها الالتحاق بنا في المنصة. La fille de monsieur Kelmali est présente aujourd'hui, bien sûr, elle est inquiète pour son père comme nous le sommes tous et aussi surtout ses compagnons de route entre autres Rabah Majer qui était le capitaine de la sélection de 90 champion d'Afrique et Ali Fergani qui était l'un de ses adjoints lors de cette campagne victorieuse continentale. إذا نطلب من السيد رابح ماجير الالتحاق بنا في المنصة وهو الذي رفع كأس أمم إفريقيا الوحيدة وكذلك علي فرجاني الذي كان مدربا مساعدا للمنتخب الجزائري من دون شك يشعران بكل ما يشعر به الجزائريين نحو الجزائريون نحو هذا الرجل. طبعا ستكون هناك جائزة تكريمية للسيد عبد الحميد كرمالي. تفضلي سيدتي. طبعا سيد حميد كرمالي كون أجيال ولكنه أيضا ربى محامية ما شاء الله وهي التي سنسألها حتما عن آخر أخبار شيخنا شيخ المدربين سيد حميد كرمالي. تفضلي سيدتي. أولا مساء الخير. أنا متأكدة اليوم يعني ومن خلال ما سبقوني في الحديث أن الحضور اليوم كان يتمنى وحتى الجمهور وما نقولوش الجمهور الرياضي فقط من وراء الشاشة كان يتمنى أنه يلتقي اليوم بشيخه وهو شيخ المدربين اللي عبر مختلف مراحل حياته حضر اليوم الشمل هذا من رفقاء دربه من لاعبي فريق جبهة التحرير الوطني وحتى اللاعبين اللي أشرف على تدريبهم أو رؤساء الأندية اللي يتعامل معهم إلا أنه إحنا المرض اليوم راهو كان أقوى منه. نتمنى من الله عز وجل أنه يسارع في الشفاء نتاعه واليوم أنا نيابة عنه نتقدم بشكري إلى كل المسؤولين اللي أشرفوا على وساهموا في تحضير وإنجاح هذا المناسبة تاع اليوم بتكريم والدي وحتى رفقاء دربه والوجوه الرياضية. بالنسبة لصحة الوالد احنا من خلال نقولوا نقدم شكري بالمناسبة لكل المسؤولين للأطباء مؤسسة عسكرية أنهم وقفوا يعني وقفة يعني إعطاء الشيخ يعني عناية طبية يعني حتى أنه نقدر نقول أكثر من مجهوداتهم. يبقى احنا اليوم نقول أنه في تحسن نتمنى له الشفاء وشكرا. علي فرجاني من دون شك في صورة وفي أشياء كلمة تريد قولها بخصوص السي عبد الحميد كرمالي. السلام عليكم. على كل حال شرف كبير ليا باش تكون باش نعطي الهديه ديال الحميد كرمالي الشيخ كرمالي الشيخ في كرة القدم. نتفكر معاه لاكوبا في 90 وين كان على راس الفريق وكان يبرز لانه كيعرف العقليه تاع اللاعبين. نتمنى له الشفاء ونتمنى نشوفوه في اخر وقت معنا ونقول له بلي راك في قلوبنا. سي رابح ماجير رغم انكم تدربتم على يد مدربين كبار الا انه لمسه الشيخ من دون شك تبقى في الذاكره بالنسبه لك. نعم. مساء الخير عليكم. ماذا سنقول على السيد كرمالي؟ رجل عظيم كنا نعتبروه مش فقط مدرب ولكن كنا نعتبروه اب. ما ننساوش كاس افريقيا اللي فزنا بها في سنه 90 كان فوز كبير لكل جزائري وهو المدرب الوحيد الذي فاز بهذه البطوله. وحنا الجيل الثمانينات تعلمنا الكثير معه وعطانا الثقه
ولما نكونوا في الميدان كنا دائما نعطوا الكثير لكي نفرحوه ونفرحوا ايضا الشعب الجزائري. وما ننساوش ايضا ان بونسي تري بارتيكولير اوسي للمدربين اللي ساعدونا ايضا اللي موجودين هنا كما سيد رشيد مخلوفي، كما سيد سوكان، كما سيد ماوش، كل هذا الجيل اللي ربونا وكبرونا وعطونا الطريقه والنجاح جاء من عند المدربين اللي تعلمنا الكثير منهم. ونتمنى ان شاء الله الشفاء الى السيد كرمالي ويرجع بيننا ان شاء الله، وشكرا. شكرا سي رباح ماجر. الكبار دائما تفضلوا، شكرا لكم. الكبار دوما يعترفون بفضل مدربيهم. الان طبعا الان مباشره فريد سندخل سلسله التكريمات الخاصه باللاعبين وبالجيل الحالي ومباشره مع احسن لاعب امل. Oui, on a parlé de l'ancienne génération, de ceux qui ont fait l'histoire de l'Algérie. Mais il y a l'espoir, le cinquantenaire de l'indépendance, c'est aussi un début pour d'autres générations. Et en cette occasion, on va maintenant honorer le meilleur espoir 2011-2012. Il s'agit de Youssouf Belaïli, ancien joueur du MC Oran, aujourd'hui à l'Espérance de Tunis. Nous regardons le VTR الخاص بيوسف بلايلي وبعد ذلك نعود. في البلاطو ومن أجل أن يتلقى جائزة أحسن لاعب أمال، وسيسلمها له لاعب قدير أيضا من جيل الثمانينات الأخضر بلومي، الذي نطلب منه والآخر الالتحاق بنا. لاعب أيضا بليلي في نفس الفريق مولودة طهران قبل أن يلتحق اليوم بالترجي التونسي، وإن شاء الله سيخطو نفس خطوات الأخضر بلومي. إمكانيات كبيرة بالنسبة لبليلي الذي يلعب حاليا كما قلت في فريق الترجي التونسي. تفضلي سيدتي. طبعا بليلي من دون شك أنت سعيد بتسلم هذه الجائزة خاصة من يدي الأخضر بلومي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر جريده الهداف على هذه المناسبه. نقول راني فرحان بزاف، اول تسويش تاعي بيرسونيل ان شاء الله كما نقولوا مازالني صغير، كمل هكا باش ننجح ان شاء الله وكما نقولوا نربح ليتيز بزاف ونروح بعيد ان شاء الله. ليلي الاخضر من دوشك توقع له مستقبل زاهر لهذا اللاعب خريج مدرسه مولودية وهران. اولا نحيي كل الحضور، السلام عليكم. طبعا نشكر الهداف على المبادره، خاصة تكريم كما قال لك بالليل لاعب جزائري ولكن ولدنا كما يقول بالليل، يعني قبل ما نهنئه على هذا التتويج، هذا لاعب يعني تاع مدرسة تاع الجمعيات راديوز بكل صراحة، قبل يلعب في المولودية وقبل يلعب في الترجي، وبالمناسبة كذلك يعني تقريبا 100% اللي اتصلوا بي الإخوة الأشقاء التونسيين وهديت لهم هذا الاسم، والحمد لله شرفنا وشرف الكرة الجزائرية وشكرا. شكرا الأخضر الذي لا زال يساعد هذا الجيل من اللاعبين الواعدين، طبعا رغم اعتزالهم عالم كرة القدم كلاعبين، إلى أن هذا الجيل الجديد دوما يستفيد من خبرة الأخضر وأمثالهم. الآن فريد سنتوقف عند فريق
استثنائي حقق الصعود 3 مرات متتالية. اليوم هو مفخرة الجزائر وكل الجنوب الجزائري.